قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا المتن المبارك بالبسملة، وسبب البدء بالبسملة والله أعلم أن هناك 5 أسباب. السبب الأول اقتدام بالكتاب العزيز، لأن الله سبحانه وتعالى افتتح كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم. الثاني اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل وبالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث اقتدام بعلماء السلف. والرابع تيمنا وتبركا للبداء بسم الله، لأن كل شيء يذكر عليه اسم الله تحل فيه البركة. الخامس استئناسا بحديث، وإن كان لا يصح كل أمر ذي بال يبدأ فيه بحمد الله أو بسم الله فهو أقطع وأجلب. طيب،